لكم، عدنا لكم من المطبخ. بنسوي مع بعض صب القفشة. صب القفشة حلو كويتي قديم وايد لذيذ. هو مو نفس للجيمات، لا بس نفس طريقة يعني عينة الجيمات تقريبا. سمي بصب القفشة لأن نصبه بالقفشة، لما نجيب نقليه نصبه باستخدام القفشة. طبعا هو اسمه صب القفشة، وينصب بالقفشة أنا صبه بيدي، ما أعرف أصبه بالقفشة. أول شيء قبل أن نسوي العينة لازم نجهز الشيرة اللي بنحط فيها صب القفشة بعد ما نقليها. هني عندي كوبين شكر وكوب ماي، أوكي؟ يعني نص كمية الشكر ماي. أنا مستخدمة الأكواب المعيارية. إذا ما عندك كوب معياري استخدمي كوب الروب، نفسه كوب الروب غسلي نظفي، ترى نفس القياس تقريبا. وبحط الحين رشة زعفران بالشيرة، وأحط شوية هيل، أوكي هذا الهيل، وبحط بعد شرايح ليمون، أوكي حطيت كم شريحة ليمون، أوكي. بس الحين أشب الشولة. أول ما يبدي عندي أو أول ما تبدي عندي شيرة تغلي أحسب لها بالضبط 10 دقائق وتكون جاهزة من تبدي بالغليان. نحرك لغاية ما يذوب الشكر ونحسب لها 10 دقائق. نبدي الحين نسوي العينة. هني عندي كوبين طحين أبيض، أوكي، وكوب طحين نخي اللي هو طحين الحمص. الحين أراويكم صورته، لحظة. هذا هو، هذا شكله دقيق الحمص، هو طحين النخي، احنا نسميه طحين النخي. وهني عندي بيضتين وكوب لبن، لبن المراعي اي لبن انتو تفضلونه، هذا كوب كامل، وكوب حليب انا منقعه فيه زعفران، هذا كوب حليب نقعت فيه زعفران علشان يعطيني لون الزعفران الحلو، اوكي. بنات استخدموا الاكواب المعياريه علشان يضبط معاكم الشغل، تضبط معاكم الوصفه. وهني عندي ربع كوب زبده بما يعادل نص قالب زبده، اوكي. شوفوا كله قاعد استخدم الاكواب المعياريه. وعندي هني قفشتين كبار نشا، وقفشة كبيرة هيل باودر، أو نص قفشة أتوقع كافي لأن أنا حاطة زعفران، فنص قفشة كافي. وقفشة كبيرة من البيكنج باودر، أوكي، ومغلف الخميرة أو بما يعادل قفشة خميرة. بس خل أبطلع وأضيفه. وحطيت قفشة كبيرة خميرة، خلاص هذه مقادير عينة صب القفشة. الحين أعينها عدل ونشوف قوامها، إذا حسين أن قوامها وايد ثقيل راح نزيد لها شوية ماي، وإذا حسين أن القوام خفيف نزيد شوية طحين. بس نخليها تخمر وبعدين نقليها. قبل لا أعين العينة أبيكم تشوفون شكل الشيرة، خلاص جاهزة عندي بالضبط، خذت لها 10 دقائق. الحين أطفي الشولة وأخليها تبرد ونعين العينة مع بعض. طبعا العينة ما تحتاج خلاط، عادي بالإيد تعجنونها وتصير شزينها. شوفوا شكل العينة، قوامها كذي مناسب، يعني كنها كيكة تقريبا أو كنها عينة للجيمات على أثقل شوية، تصير أثقل من عينة للجيمات. بس لازم تتأكدون إن ما فيها كتل طحين أو خميرة أو بيكنج باودر، لازم تعينونها عدل. وايد وايد سهلة وايد لذيذة، وللأمانة على كثر ما أحب صب القفشة للحين ما طحت على وحدة يعني تسويها حلوة. أحس ماكو أقوى صب القفشة اللي أنا أسويها للحين، ما لقيت واحدة تبيع صب القفشة قوية.
العينة عندي جاهزة، أغلفها الحين بالنايلون وأخليها تتخمر، ولأن حبايبي الجو بارد والعينة ما راح تتخمر بسرعة، فأنا إيش سويت؟ فتشيت الفرن لغاية ما صار دافي، يعني مو حار لا دافي، والحين أطفيه وأدخل العينة. أوكي، يعني مو دخلون العينة والفرن شاب، لا طفونه، بس نبي مكان دافي، عرفتوا؟ علشان تتخمر بسرعة، وإن شاء الله إذا تخمرت نرجع لكم ونكمل مع بعض. شوفوا حبايبي، بعد مرور تقريبا نص ساعة تخمرت عندي العينة. شو أسوي الحين؟ أطلع منها الهواء، أرد أنا عينها مرة ثانية. طبعا تخمرت بسرعة لأن قلت لكم حطيتها بالفرن، فرن دافي، شبيتها بس لغاية ما صار دافي، بعدين طفيته وحطيت العينة. أوكي، شوفوا طلعنا منها الهواء، الحين نصبها. نبدأ الحين بسم الله نصب العينة. مثل ما قلت لكم هي تنصب بالقفشة، بس أنا أحب أصبها بيدي. شوفوا مستوى الدهن، أبقاع المقلة، لا تكثرون دهن. أوكي، ما تنقل هي نفس الجيمات، لا لازم يكون الدهن كمية قليلة. وطبعا تقلونها على نار هادية. شوفوا من التحمر من تحت تقلبونها. وهذه أحلى صب القفشة ممكن تذوقونها، جربوها بطريقتي وقولوا لي رأيكم. عجيبة عجيبة عجيبة، تطلع كريسبي من برا ومن داخل هشة ينن جنها كيكة. بس بنات تسوونها على نار هادية، هتطولون على الشولة؟ لا، من يصير الدهن حار تصبين عينتك وتقصرين على الشولة. الحين أبدي أشيل اللي استوى وأسوي دفعة ثانية. شوفوا شكله بعد ما قليته، بس نغطسه بالشيرة وبألف عافية. تقريبا بعد ما قليت نص الكمية، ما راح أسوي كل الكمية الحين، أخذ صب القفشة وأنزلها بالشيرة. أوكي، أشربها عدل بالشيرة وبعدين أشيلها وأحطها بماعون التقديم، بس شربوها عدل حلاتها بشيرتها. شربتها بالشيرة وأحطها بماعون التقديم، وترى الليمون اللي طبخته مع الشيرة نقدر نستخدمه بالتزيين، وطعمه ترى بعد وايد حلو. وهذا شكل صب القفشة النهائي، وهلا بالأطباق الشتوية الرمضانية. هذا يجمع بين الشتاء ورمضان، أي شيء فيه شيرة وقلاي يذكرني برمضان، طبعا دام سويت اكيد شتوي. وما يمنع قليلا من الفستق، يعطي لون حلو وطعم لذيذ.